وهكذا فإن دماء المسلمين معصومة، وقد سبق بيان ذلك، فكيف بمن يريد أن يخرج على الأمة يضرب برها وفاجرها؟ وقد سبق بيان أن العمليات التفجيرية العشوائية في الأماكن العامة تطال المسلم وغير المسلم أن هذا حرام، ولو قال أقصد غير المسلم فإن لغير المسلم في دمه أحوال وتفصيل، وأما المسلم فإنه لا يجوز أن يقتل بحال إلا بما جاء الدليل بقتله فيه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحدود التي تقام على بعض المسلمين قتلا كما جاءت به الشريعة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في من خرج من دين الإسلام من بدل دينه فاقتلوه، وأما أن يخرج على عامة المسلمين يضرب برهم وفاجرهم، ومن ذلك هذه العمليات التفجيرية العشوائية فلا شك في حرمتها، فإنه يذهب ضحيتها من الدماء البريئة ما الله به عليم. ولا شك أن إحداث التفجيرات في المنشآت النفطية التي للانفجار الواحد منها قطر تدميري وقطر تأثيري ينال بقوة الانفجار وبما ينشأ عنه من الأضرار وانتشار المسممات ونحوها من أسباب القتل ما لا يشك عاقل في حرمته عباد الله. وأما مسألة البيعة فإن الأمور التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها أربعة: أولاً البيعة على الإسلام، وهي أوجب الأنواع وآكدها، ولا شك أنها أولى البيعات، ولا شيء من البيعات نكثه كفر مخرج عن الملة إلا هذه، ونكث بقية البيعات كبيرة عظيمة من الكبائر وذنب كبير. وقد قال الله تعالى في هذه البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقال جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ثانياً البيعة على النصرة والمنعة، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وفد الأنصار وأصحاب بيعة العقبة فواعدهم، فلما حضروا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتل القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم الحديث. ثالثاً التبايع على الموت في سبيل الله، ومن ذلك ما ورد في غزوة الحديبية، قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفه على كفه الأخرى بيعة عن عثمان رضي الله عنه، لأنه أرسله في مهمة إلى مكة. رابعا البيعة على الهجرة، وكانت أول الأمر فرض عين على المسلمين، ثم انتهت بعد الفتح، وقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. ومن أدلة هذه البيعة ما جاء في الحديث عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت بأخي بعد الفتح فقلت: يا رسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، قال: ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت: على أي شيء تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام والجهاد والخير. فهذه أنواع أربعة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم،
وبقيت البيعة الخامسة على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، فقد حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وبعده للأئمة، وهي التي ينصرف إليها الكلام في كتب الفقهاء عندما يتكلمون عن بيعة الأئمة، وهي التي في حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. فبيعة ولي الأمر مما يسبب استقرار المجتمع المسلم، لأنهم إذا اجتمعوا على رجل واحد وعلى خليفة واحد وعلى إمام واحد استقام كثير من أمورهم، ولا شك أن التفرق عن هذه البيعة سيسبب الخصومة والافتراق والحرب بين المسلمين، لأن كل منهم يريد أن ينصب إماما. فماذا يحدث لو تفرق أمر المجتمع وذهبت كل قبيلة بما فيها، ولعلى بعضهم على بعض، كل يريد أن يتخذ أميرا وإماما وتكون له الهيمنة والسيطرة؟ فالنتيجة المتوقعة في هذه الحالة إراقة الدماء ووقوع الحروب بينهم. ولذلك كان وجود الإمام الذي يجمع هؤلاء جميعا من أعظم المصالح الشرعية، ولذلك حكى الفقهاء الإجماع على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام، فهذا ما أقام فيهم شرع الله وما أقام الصلاة لا يجوز الخروج عليه بحال، ونكث البيعة مع الإمام الذي يقيم شرع الله حرام، ومن فعل ذلك فمات فميتته جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.